أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان التاجر وأبناؤه، وهي من القصص المعبرة والمشوقة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. 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 كان يا ما كان في قديم الزمان، وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. في زمن بعيد وفي بلاد بعيدة، عاش تاجر يدعى ماجد مع ولديه. كان ماجد في 60 من عمره، وكان تاجر قماش مشهورا في قريته، وكان رجلا ذو خبرة وسمعة جيدة في مدينته. وعلى الرغم من بلوغه سن 60، إلا أنه كان نشيطا وحيويا، وكان يدير متجره بحرفية واهتمام كبيرين. وكثيرا ما كان يسافر إلى العديد من المدن والقرى المجاورة لشراء الأقمشة عالية الجودة التي يستوردها إلى قريته ليبيعها للزبائن، حيث كانت منتجاته مشهورة بجودتها وتصاميمها الأنيقة، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة في كل المنطقة. وبجانب عمله كتاجر قماش، كان ماجد شخصية حكيمة ومحبوبة في المدينة. كان يساعد الناس ويقدم المشورة لهم في كل أمور حياتهم، لأنه كان لديه الكثير من التجارب في الحياة، وكان يقدم المعونة لمن أراد، ويغيث الملهوف، ويعطي المحتاج، ويساعد الفقير، ويفعل الخير. أما عن ولديه فكانا شابين وسيمين، أحدهما يدعى عبد الرحمن وهو الكبير، والآخر اسمه عمر وهو الصغير. كان عبد الرحمن الابن الأكبر طامعا في ثروة والده، وما إن يأتي أحد إلى والده يطلب حاجة أو يلتمس مساعدة إلا وقابله بالنهر والصد والإعراض والطرد أحيانا، وكان هذا أكثر ما يزعج والده فيه. أما عمر فهو الابن الأصغر المشابه لأبيه في كل خصاله خلقية وخلقية، فقد كان شديد الشبه بوالده، بوجه سمح وابتسامة لا تفارقه، وصوت رزين وسعة صدر، وكان لا يرد سائلا ولا يقهر ذا حاجة، لذا كان هو المفضل عند والده وإن كان لا يشعرهم بذلك. كان والد عبد الرحمن وعمر حريص أشد الحرص على أن ينشأ ولداه نشأة صالحة، سواء في الحياة الاجتماعية وعلاقاتهم بالناس أو في الحياة التجارية. وعادة ما كان يستغل أصغر موقف ليعطيهم نصيحة أو يروي لهم قصة أو يحذرهم من خطر، والمهم أن لا يمر أي موقف في حياتهم عبثا دون أخذ العبرة منه. ولاحظ والد الشابين أن عمر الصغير يكتسب النصيحة بسرعة ويعمل بها، أما عبد الرحمن فكان يمر عنها مرور الكرام كأن لم يسمعها. وقد حاول ماجد مرات عديدة، كان آخرها حينما جاء أحد أهل القرية المساكين والذي اشتدت عليه الفاقة وقهره الفقر ودفعته الحاجة والمرض لمد يده لغيره. جاء إلى دكان ماجد ليطلب بعض ما بإمكانه أن يزيح الهم ويفرج الغم ويشفي العلل، ففوجئ بعبد الرحمن ينهره ويطرده ويصرخ في وجهه قائلا: الرزق هذه الأيام شحيح، وبالكاد يكفي لقمة عيشنا، اذهب وجد لك بابا آخر تطلب منه. سمعه والده وكان يجري بعض الحسابات في الداخل، فخرج مسرعا ونادى على هذا الرجل المسكين وطيب خاطره وأعطاه ما يكفيه ويغنيه عن الناس. ثم نادى على ولديه وقال لهم: يا أبنائي، إن الله يبارك في الرزق الذي نجعل للفقراء منه نصيب،
وإني أخاف أن يمنع الله عنا الخير بدعاء رجل صددناه ولم نعطه. قطب عبد الرحمن حاجبيه وعقد يديه دلالة على اعتراضه على كلام والده، ثم قال: ولكن يا أبي، إذا أعطينا كل سائل لن يتبقى لدينا مال ننفقه على حاجاتنا واحتياجاتنا. أنت ترى الجميع اليوم يطلب المساعدة ويمد يده، وفي كل ساعة هناك طارق لباب الدكان طالبا المال. قاطعه الأب قائلا: خير الله كثير يا بني، والمال مال الله، ولن نمنعه عن محتاج أبدا. هذه وصيتي لك ولأخيك عمر. قال عمر: سمعا وطاعة يا أبي. نظر عبد الرحمن إلى عمر نظرة غضب وقال له: إن كنت في غنى عن الأموال وتريد أن تقدمها لغيرك، فأنا لن أستغني عن نصيبي من المال. أنا أحق بالأموال التي تصرف هنا وهناك من أي إنسان آخر. قال الأب: ما قلته سينفذ، ولا أقبل أي اعتراض، هيا انطلقا إلى أعمالكما. انطلق عبد الرحمن وعمر إلى العمل، وعلى وجه كل واحد منهما سمات تدل على ما في داخله. وهكذا تكرر هذا الموقف مرات عديدة، فالأب يعطي السائل ويساعد المحتاج، ويكرم الضيفة ويعين طالب المعونة، ولا يرد أحدا قط. وعمر يقلد والده ويفعل ما يفعله من خير، حتى أصبح المفضل لدى والده. وكم حاول ماجد أن يغير من طباع عبد الرحمن، ولكنه في كل مرة كان يصر على أنه أحق بالمال من أي أحد آخر، وكأن حب المال قد أغشى عينيه. وفي أحد الأيام، بينما شمس الظهيرة تحرق رؤوس العمال، كان أحد التجار مارا من المدينة نحو مدينة أخرى، فانقطع سرج حصانه الذي يجر عربته، وتعطلت العربة في منتصف الطريق. كان التاجر في حيرة عارمة، فقد تأخر بشكل كبير ولم يكن لديه وسيلة نقل بديلة، وهو عابر سبيل لا يعرف أحدا في هذه المدينة. فكر قليلا ثم قرر أن يبحث عن حل لمشكلته، فسار في المدينة يسأل أهلها عن حل لهذه المشكلة. فأخبره أحدهم أن التاجر ماجد يساعد الجميع، ودله على مكان متجره. ولما وصل إلى هناك استقبله ماجد بحفاوة ورحب به، وعرف أنه ابن أحد التجار في البلدة المجاورة لهم، وقد خرج في تجارة والده. وتعرف ماجد إلى والده وأهداه سرجا جديدا، وعبد الرحمن يجلس غاضبا مما فعله أبوه، والنار تغلي في داخله وفي صدره، وحاول أن يثني والده عما فعل. فرمقه الأب بنظرة أسكتته في الحال، ودع ماجد التاجر وأوصاه أن يبلغ والده السلام. ولما عاد إلى المتجر وجد أن الشرر يتطاير من عيني عبد الرحمن، فقد كان السرج باهظ الثمن. وحينها فهم ماجد ما يزعج ابنه، فجلس يفكر ويحدث نفسه قائلا: كيف سأصلح هذا الابن وأجعله صالحا أستطيع الاعتماد عليه وتسليمه أمانة المتجر والبيت عندما أموت؟ ما الطريقة التي ستجعله يتعلم أن جمع المال وسيلة لتلبية متطلباتنا وسد احتياجاتنا، وليست غاية نحيا من أجلها ونبيع ضمائرنا لأجلها؟ كيف سأقنعه أن للفقراء نصيب من هذا المال، فهو ليس ملك لنا، إنما ملك لله عز وجل، وألقاه إلينا بعد جهد وتعب ليختبرنا به؟ طالت مدة تفكير ماجد، وعبد الرحمن لا يزال يتصاعد الغضب بداخله. قطع تفكيره صوت عمر قادم من الخارج. قال لوالده: يا أبتي، غدا موعد رحلتك إلى خارج المدينة لجلب البضائع، فقد شارفت بضائع المخزن على النفاذ، والعيد على الأبواب، وتزداد حاجة الناس للأقمشة هذه الفترة. صمت عمر بانتظار رد والده،
فقال الأب بعد لحظات من التفكير: لن أذهب هذه المرة، سأرسل عبد الرحمن ليتسوق ويحضر لنا أغراضنا التي نحتاجها، وسأكتب له قائمة بأنواع وأصناف الأقمشة التي نحتاجها وأماكن بيعها. ولكن عبد الرحمن قال: ولكن يا أبتي، لم يسبق لي أن خرجت خارج المدينة ولا خبرة لدي. قطعه الأب حازما وقال: ولكنك لم تعد صغيرا ويجب أن تعتاد على إدارة المتجر بدوني، فأنا سأغادركم في أي لحظة، ويجب أن تتعلموا أسرار نجاح التجارة والتي تبدأ من السفر بعيدا وإحضار البضائع. رد عبد الرحمن: ولكن يا أبتي. قال الأب: لا أريد أي اعتراض، لقد حسمت الأمر، غدا صباحا ستغادر القرية وسأصف لك الطريق وأجيب على جميع أسئلتك المتعلقة بهذه الرحلة. الآن اذهب واسترح، أمامك رحلة طويلة غدا. وأنت يا عمر، تعال معي لنجهز العربة ونختار الحصان المناسب لحمل البضاعة، ونعد لأخيك كل ما يحتاجه في رحلته الطويلة. قال عمر: حسنا يا والدي، سمعا وطاعة. في صباح اليوم التالي ركب عبد الرحمن العربة التي يجرها حصان، والتي كان قد جهزها والده الليلة الماضية، ووضع فيها جميع ما يحتاجه من ماء وغذاء يكفيه طوال المدة التي سيغيب بها عن المدينة، وودع والده وأخاه وانطلق في رحلته تصاحبه دعوات التوفيق منهما. انطلق عبد الرحمن في طريقه نحو احتراف عالم التجارة، وقال في نفسه: سأصبح تاجرا مميزا وسأحصل على أموال طائلة إذا تعلمت هذا العمل، وستكون هذه الرحلة هي البداية، ولكن لن أعطي أي محتاج ولو درهما واحدا، فليعمل الجميع ويكسب أمواله بيديه، ولن أساعد أحدا، وسأدخر الكثير من المال. إن أجمل ما في الحياة المال، بل هو كل الحياة، وكم أحسن أبي حين اختارني لهذه المهمة. سارت العربة بسلام، وكان الطريق فارغا إلا من بعض القوافل التجارية والعربات التي تمر بين الحين والآخر، وكان فصل الصيف والشمس حارقة ودرجات الحرارة فوق 40 في مثل هذا الوقت من كل عام. كانت العربة تسير في النهار، وعند حلول الظلام تتوقف، ويقوم عبد الرحمن بفك سرج الحصان عن العربة وربطه بأحد الأعمدة الموجودة على جانبي الطريق ليتناول طعامه ويستريح بعد مسير يوم كامل، ويثني بعض الأقمشة تحت رأسه ويفترش التراب وينام. وهكذا استمر على هذا النحو عدة أيام، يسير في النهار ويرتاح ليلا. وفي أحد الأيام، وعلى مشارف إحدى القرى، كان عبد الرحمن يربط سرج حصانه جيدا استعدادا للسير فجرا ومتابعة رحلته. وأثناء إمساكه بالحصان سمع صوتا من خلفه يصرخ ويقول: ألقي السرج من يدك واترك كل شيء تملكه هنا، واذهب دون أن تلتفت إن كنت تريد أن تبقى على قيد الحياة، أما إذا أردت الموت فاستعد له. صدم عبد الرحمن من صوت الصراخ والتهديد الذي انطلق من خلفه، حيث أنه لم يكن مستعدا لهذا الهجوم المفاجئ، ولم يكن متوقعا له بتاتا. فكر لحظة ثم التفت نصف التفافة ليرى ثلاثة من اللصوص يضعون لثاما على وجوههم ويقتربون منه، وفي أيديهم خناجر وعصي. شعر عبد الرحمن بالرعب يتسلل إلى كل خلية في جسده، لم يكن لديه الوقت للتفكير، فاللصوص كانوا يقتربون بسرعة هائلة، لذا أمسك صرة النقود التي كانت بحوزته وهي ثمن البضاعة التي سيشتريها، ووضعها في خرجه، وقرر الاستعانة بالحصان للهروب.
امتطى عبد الرحمن الحصان بسرعة فائقة، وترك العربة بكل ما فيها ولاذ بالفرار، ظنا أنه سيستطيع النجاة بنفسه وماله. وبينما كان يركض بسرعة على ظهر الحصان، التفت للخلف ليتأكد من أنه تفادى الخطر، ولكنه وجد ثلاثة من الخيول تركض خلفه بأقصى سرعة وعلى ظهرها اللصوص. عندما رأى عبد الرحمن اللصوص يقتربون، تعاظمت حماسة الشاب لإنقاذ نفسه والخلاص من الخطر الذي يهدد حياته. بدأ في التفكير بسرعة في الخطة التي ستمكنه من الهروب من هؤلاء اللصوص المتهورين. كانت الخيول تركض بسرعة جنونية، واللصوص يقتربون أكثر فأكثر. في هذه اللحظة الحرجة قام عبد الرحمن بتحديد طريقة محتملة للهروب. لم يكن لديه وقت كاف للتفكير، ولم يكن على علم بالمنطقة المحيطة به، ولكنه وجد على جانب الطريق أشجارا كثيفة متشابكة، فتوقع أن هذه المنطقة قد تكون إحدى الغابات، فقرر الدخول فيها لإعطاء نفسه فرصة للاختباء من اللصوص وتضليلهم فيها. وبالفعل انعطف عبد الرحمن بحصانه إلى طريق الغابة، وتعمد عبد الرحمن اختيار طريق صعب يجعل من الصعب على اللصوص متابعته. دخل الغابة واستخدم مهاراته في ركوب الحصان للتنقل بين الأشجار والعوائق ببراعة تامة، ولكن اللصوص لم يكونوا أقل براعة منه، وكانوا يلاحقونه من مكان إلى آخر. وفجأة غاب عبد الرحمن عن أنظارهم واختبأ خلف تلة صغيرة، ولكنه لم يكن في مأمن من الإمساك به، فقد تفرق كل واحد منهم في اتجاه للبحث عن عبد الرحمن. وأثناء مراقبة عبد الرحمن للصوص لاحظ عربة يجرها حصان تسير في الغابة. حاول أن يلفت انتباه الرجال فيها، لوح لهم بيديه وحاول الصفير بصوت منخفض خشية إمساك اللصوص به. كانت العربة تسير بهدوء إلى أن لاحظ أحد الرجال شخصا ما يلوح بيديه. قال أحدهم ويدعى محمد للآخر: هنالك شخص ما يشير إلينا. قال الرجل الثاني: استمر في طريقك، قد يكون أحد لصوص الغابات. ولكن عبد الرحمن استمر بالتلويح بيديه. فقال الرجل الأول: دعنا نقترب لنرى ماذا يريد هذا الرجل، ولكن لنبقى حذرين. وبينما اقترب الرجلان بعربتهما، لاحظ أحد الرجال عبد الرحمن، وكان يعرف والده جيدا وتعرف إليه في وقت سابق. فقال هذا الرجل لرفيقه: إنه عبد الرحمن ابن ماجد تاجر القماش الشهير. فقال الآخر: وما الذي جاء به إلى هنا؟ وصل الرجلان بعربتهما إلى مكان اختباء عبد الرحمن وسألاه عن حاله وما الذي جاء به إلى تلك المنطقة. أخبرهم عبد الرحمن ما حدث معه وهو في رحلته التجارية، وكيف أن اللصوص يلاحقونه إلى الغابة، وأنه اختبأ منهم وترك لهم عربته بكل ما فيها وتوسل إليهم أن يساعدوه. قال محمد: اركب معنا وستكون في أمان، لوالدك علينا فضل كبير، فطالما قدم لنا المعونة المادية والمعنوية. أكمل رفيقه وقال: وفي كل مرة يحسن ضيافتنا ويجود علينا مما تفضل الله به عليه. والدك شخص عظيم، وإكراما لصنيعه معنا سنكرمك أيضا. تعجب عبد الرحمن لصنع الرجال، وشكر الله أنهم يعرفون والده جيدا. وصل الرجال إلى قريتهم وأعطوا عبد الرحمن عربة جديدة وأوصلوه إلى الطريق، وأرسلوا معه سلامهم وأشواقهم إلى والده التاجر ماجد. شكر عبد الرحمن الرجال، وكله فخر بوالده وسمعته الطيبة، واستمر في طريق رحلته التجارية.
سارت العربة بهدوء في الطريق، ولكن عبد الرحمن لا يزال متوجسا خشية ظهور قطاع طرق جدد، خاصة أن منطقة الغابات فارغة ولا يسير فيها أحد إلا مضطرا. وبعد يومين من السير المتواصل إلا من بعض الراحة، أصبحت الطريق وعرة ومليئة بالحفر والصخور المتناثرة، وبدأت العربة تهتز بشكل متقطع وتسير بتأرجح، وعبد الرحمن كان يحاول جاهدا الابتعاد عن العوائق وإبطاء سرعة العربة، ولكن مع الاستمرار بالسير في هذه الطرق الجبلية فقدت العربة إحدى عجلاتها وتعطلت، وأصبح الحصان غير قادر على جرها. جلس عبد الرحمن على إحدى الصخور منتظرا أن يمر أحد من هذه المنطقة المنقطعة عن البشر. ظل على هذه الحال عدة ساعات ولا يكاد يسمع سوى أصوات الطيور وبعض الحيوانات على بعد مسافات طويلة. غفى عبد الرحمن وهو جالس، واستيقظ على صوت مجموعة من الرجال يتحدثون بصوت عال ويقتربون منه، فناداهم قائلا: إني غريب في هذا المكان، وقد تعطلت عربتي أثناء سفري لإحدى المدن لغرض التجارة، والآن أنا منقطع عن الطريق، هل تفضلتم وتكرمتم بمساعدتي لأتخطى هذه المنطقة؟ وقف الرجال حائرين لأمر هذا الغريب، وبدوا مترددين في تقديم المساعدة لشخص لا يعرفونه، فكم من لص وقاطع طريق يمر عليهم يوميا. قال أحد الرجال: ومن أنت؟ ومن أين جئت؟ رد عبد الرحمن: أرسلني والدي ماجد تاجر الأقمشة. لم يكد يكمل ما نطق به حتى قطعه أحدهم قائلا: هل أنت ابن التاجر المشهور ماجد؟ قال عبد الرحمن متعجبا: وهل تعرف والدي؟ قال الرجل: ومن لا يعرف الرجل الكريم ذا السمعة الطيبة؟ وقص عليه قصة حدثت معه، حيث قال: كنت في أحد الأيام فقيرا معدما لا أجد قوت يومي، وكنت أطلب من الناس فيردوني، فدلني أحدهم على والدك قائلا: في تلك البلدة يوجد تاجر كريم يعطي المحتاج، فذهبت إليه أطلب المساعدة فلم يتردد في إعطائي. ليس هذا فحسب، بل قام بتعليمي حرفة التجارة وكيف أبيع وأشتري وكيف أتعامل مع الناس، ووالله لولاه لما كنت على هذه الحال الآن، وإن فضله عظيم لدرجة أنني لن أستطيع أن أوفيه حقه. قم معنا الآن لأصلح لك العربة وأحسن ضيافتك. شكره عبد الرحمن والدموع تنهمر من عينيه فخرا بصنيع والده وسمعته الطيبة، وأراد أن يعطيه أجر إصلاح العربة، ولكن الرجل رفض أن يأخذ درهما واحدا. غادر عبد الرحمن وهو يشعر بالامتنان للرجل ولوالده الذي لولا مواقفه لما استطاع أن يكمل نصف الطريق. سار عبد الرحمن في طريقه حتى وصل المدينة المقصودة، وسأل في المدينة عن شهبندر التجار فدله أحدهم على مكانه، وحين وصل إليه أخبره أنه عبد الرحمن ابن ماجد تاجر الأقمشة، فاستقبله شهبندر التجار بالترحاب والحبور، وقال له: أهلا بالعزيز ابن العزيز، وسأله عن والده وعن سبب عدم حضوره ككل عام. رد عبد الرحمن: والدي بخير ويبلغكم سلامه الحار، ولكنه أراد أن يعتمد علينا لنفهم طبيعة العمل الذي يقوم به، وهذه أول تجربة لي في التجارة. قال شهبندر التجار: يعز علينا أن لا نراه، ولكن ما فعله يستحق التقدير، فإن كنت ابن العزيز ماجد حتما ستكون مثله في الكرم والصدق والعطاء وطيب الأثر. شعر عبد الرحمن بالفخر لكونه ابن هذا الرجل الذي يشهد له الجميع بالصلاح، وفي ذات الوقت شعر بالخزي والعار
لكونه لا يحمل صفات والده وأخلاقه، ولكنه أخفى الشعور الآخر واستمر في الابتسام. قال شهبندر التجار: وما هي مطالب والدك هذه المرة؟ أخبره عبد الرحمن بأنواع القماش وكميته وألوانه. فقال التاجر: حسنا، غدا سيكون الطلب جاهزا، ولكن لن تغادر قبل أن نقيم لك مأدبة غداء كما كنا نقيم لوالدك، فأنت فرد منا منذ الآن. والآن اذهب إلى النوم وخذ قسطا من الراحة بعد هذه الرحلة الشاقة. شكره عبد الرحمن ودخل الغرفة التي خصصها له شهبندر التجار. نام على السرير وكان يتأمل سقف الغرفة وهو يفكر بمقدار المحبة التي يكنها جميع الناس لوالده، ويقول: ترى ما الأمر الذي كان يفعله والدي ليحظى بحب الجميع؟ وقرر أن يسأل شهبندر التجار في يوم الغد. وفي صباح اليوم التالي استيقظ عبد الرحمن نشيطا على غير عادته، وكأنه مدح الليلة الماضية منحه طاقة إضافية. وبعد لحظات أرسل إليه شهبندر التجار ليتناولا فطورهما معا. وبعد أن انتهيا قال عبد الرحمن لشهبندر التجار: يا سيدي، أريد أن أسألك سؤالا وأتمنى أن تجيبني عليه بكل صدق وصراحة. رد شهبندر التجار: تفضل يا عبد الرحمن، سل وستجد الجواب بإذن الله. قال عبد الرحمن: يا سيدي، ما سر هذا الحب الكبير الذي رأيته في عيونكم لوالدي؟ ابتسم الرجل وقال: سأجيبك بكلمة واحدة، السر هو العطاء. وصمت بعد ذلك. قال عبد الرحمن: هل أوضحت لي يا سيدي؟ فأنا لم أفهم. وهنا قال له شهبندر التجار: تعال لنخرج في جولة في المدينة إلى حين الغداء، وستفهم قصدي جيدا. خرج عبد الرحمن برفقة شهبندر التجار وسارا في شوارع المدينة. وأثناء سيرهما وجدا رجلا يسير مرتكزا على عكاز ويمشي ببطء شديد. ناداه شهبندر التجار وقال لعبد الرحمن: هاك هذا الشخص، سله ما تريد. قال عبد الرحمن: وهل يعرف هذا العم والدي؟ قال الرجل: ومن يكون والدك؟ رد عبد الرحمن: والدي ماجد تاجر الأقمشة. وعندها اتسعت عينا الرجل وكاد يطير من شدة الفرح، وأقبل على عبد الرحمن يحتضنه ويقبله ويقول له: أنت ابن سيد التجار وحبيبنا، ابن السيد ماجد حقا؟ قال عبد الرحمن: نعم، هو والدي. ولكن أخبرني بالله عليك، ما الذي فعله والدي ليحظى بكل هذا الحب منك؟ رد الرجل وقال: في إحدى السنوات الماضية بينما كنت أعمل في بناء المنازل انزلقت قدمي وسقطت من ارتفاع شاهق، وكانت حالتي يرثى لها. قال الطبيب أني بحاجة ماسة لعملية جراحية، وكنت معدما فقيرا وبالكاد أوفر قوت أولادي، فساعدني والدك وأجريت العملية، وكلما هممت بشكره قال: أدعو الله أن يبارك في أولادي، فهذا كل ما أريده. دمعت عينا عبد الرحمن وقال في نفسه: كم أنت عظيم يا والدي. قال شهبندر التجار: وقد كانت مجموعة من الأطفال يتجمعون أمام بوابة مدرسة المدينة، أما هؤلاء الأطفال إن سألتهم عن والدك سيخبرونك أنه من تكفل بجميع مستلزمات دراستهم هذا العام، وغيرهم كثيرون في كل شارع في مدينتنا وفي المدن والقرى المجاورة. تجد أحدا لوالدك فضل عليه، يساعد الجميع ولا يرد طالب معونة. والآن هل تريد أن نكمل الجولة أم نعود؟ قال عبد الرحمن: دعنا نعود نتناول الغداء.
فقد حان وقت مغادرتي وعودتي إلى مدينتي. وبعد أن تناول الجميع الغداء في مأدبة ضخمة، شكر عبد الرحمن شهباندر التجار وغادر وفي قلبه امتنان كبير لوالده الذي ترك هذه السمعة الطيبة والأثر الحسن في الناس. أخذ عبد الرحمن البضاعة وانطلق عائدا إلى مدينته، وفي الطريق كان يفكر: كيف يستطيع والدي أن يساعد الجميع ويبقى لديه هذا الكم من المال؟ وبدأت تتقاذفه هذه الأفكار، ويسترجع جميع من قابلوه وكيف أثنوا على والده وكيف سهلوا أموره وساعدوه على الرغم من السوء الذي بداخله، وعلى الرغم من أنه رفض مساعدة أي أحد حتى الآن. بدأ يلوم نفسه وتلومه نفسه، وأثناء تفكيره أضل الطريق ودخل طريقا آخر غير الطريق الرئيسي الذي جاء منه، واستمر في المسير دون أن ينتبه لذلك. وعندما لاحظ أن الطريق قد اختلف، حاول العودة إلى الطريق الرئيسي ولكنه فشل في ذلك، وازداد الأمر تعقيدا، وشعر أنه دخل في طريق لا نهاية لها. وفي ذات اللحظة لاحظ وجود عربة يجرها حصان تسير في ذات الطريق، فنادى على صاحبها لعله يدله على الطريق الصحيح أو يقدم له معونة. التفت صاحب العربة إلى الصوت فعرف عبد الرحمن، وعرفه عبد الرحمن. لقد كان الرجل ذاته الذي انقطع سرج فرسه في الطريق أثناء سفره، وقد طلب المساعدة حينها من عبد الرحمن فرفض مساعدته، وحينها ساعده ماجد والد عبد الرحمن. عندما رآه عبد الرحمن قال في نفسه: يا لسوء حظي، سيرفض هذا الرجل حتما مساعدتي كما رفضت مساعدته من قبل، ولن ألومه، فلو كنت مكانه لفعلت كما سيفعل. قال الرجل لعبد الرحمن: أهذا أنت؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال عبد الرحمن: نعم، لقد خرجت في تجارة لوالدي وضللت طريق العودة، وكنت أبحث عن شخص ليساعدني في العودة إلى الطريق الرئيسي، ولسوء حظي خرجت أنت أمامي. قال الرجل: صدقني، لو ترك الأمر إليك لرددتك كما رددتني، ولما فكرت لحظة في مساعدتك، ولكن والدك رجل معطاء محب للخير، وإكراما له سأساعدك، اتبعني فأنا ذاهب إلى المدينة. شكره عبد الرحمن وهو يشعر بالخجل لما كان يفعله مع الناس، تبعه. وأثناء مسيرهما أخرج عبد الرحمن قارورة الماء ليشرب، فوجد أن آخر قطرات فيها قد نفذت، فطلب من الرجل على استحياء بعض الماء. قال الرجل: هذا آخر ما لدي، بضع قطرات ادخرتها لبقية الطريق، ولكن لا بأس، خذها واروي عطشك فيها، وسيساعدنا الله طالما نوينا الخير. تعجب عبد الرحمن لفعل هذا الرجل، قال في نفسه: هل جميع الناس يفعلون الخير إلا أنا؟ وقال في نفسه: لن أرد طالبا بعد اليوم. أكمل الرجلان طريقهما باتجاه المدينة، وفي منتصف الطريق وجدا نبع ماء مياهه صافية، فنزلا وشربا حتى ارتويا، وملأ عبد الرحمن قارورته، وكذلك فعل الرجل الذي قال لعبد الرحمن: أرأيت كيف أن بضع قطرات من الماء رويتك بها عادت إلينا بنبع ماء؟ أطرق عبد الرحمن وقال: رأيت يا سيدي، وقد تعلمت الدرس جيدا. ابتسم الرجل وقال: حسنا، لنكمل الطريق. بعد ساعات من السير وصل عبد الرحمن إلى مدينته، وودعه هذا الرجل وأكمل طريقه إلى وجهته. دخل عبد الرحمن المدينة، وكلما رآه أحد حياه ودعا لوالده، إلى أن وصل عبد الرحمن إلى المتجر، فاستقبله والده وأخوه بالعناق والترحاب الشديدين.
قال ماجد: أخبرني يا بني، كيف صارت رحلتك؟ وهل أحضرت كل ما طلبته منك؟ تبسم عبد الرحمن قائلا: نعم يا والدي العزيز، لقد أحضرت كل ما طلبته مني. ويبلغك شهبندر التجار سلامه الحار وكل من في مدينته، يدعو لك بالخير الوفير والتوفيق في تجارتك. أما عن رحلتي يا أبتي، فقد واجهتني صعوبات كثيرة، ولولا أنك كنت موجودا معي لما استطعت التغلب عليها والعودة إلى هنا. تعجب عمر مما قاله أخوه وقال: ولكن يا أخي، إن أبي لم يغادر المدينة منذ أن سافرت أنت، ونحن هنا معا طوال الوقت، فكيف تقول ذلك؟ ابتسم عبد الرحمن قائلا: إن كان جسد أبي غير موجود، فسيرته الطيبة وعطاءه وإثاره وإحسانه موجودين، ففي كل شارع تمر به تجد إنسانا لوالدك فضل عليه، وتجد أشخاصا قام والدك بمساعدتهم وانتظروا ليردوا جميلا فعله والدك معهم. قطعه ماجد قائلا: يا أبنائي، إن الفضل لله وحده، وإن الرزق بيد الله وحده، قسم الأرزاق بين عباده، فمنح بعضهم أموالا كثيرة وأعطى بعضهم أموالا تسد حاجاتهم ومنع الكثير، وفي المنح والمنع حكمة لا يعلمها سواه. وينبغي علينا أن نشكر الله على نعمة منحنا أموالا كثيرة بتزكية الأموال، وتزكيتها تكون بإعطاء الناس مما جاد الله به علينا، وإن العطاء يزيد النعمة ولا ينقصها، وإن الأثر الحسن الذي تتركه في الناس لهو نعمة كبرى لا تقل أهمية عن نعمة المال. قال عبد الرحمن: صدقت يا والدي، وإني ما رأيته من حب الناس لك ومساعدتهم لي لأنك ساعدتهم يوما غير في نفس الكثير، وجعلني محبا لفعل الخير وإعطاء الناس ومساعدتهم. تبسم والدهم وقال: الحمد لله، لقد نجحت في الاختبارين، اختبار التجارة واختبار العطاء، اختبار تزكية المال واختبار تزكية النفس. الآن لا يوجد من هو أسعد مني في هذه الحياة، فقد غرست فيكم ما غرسه والدي منذ زمن بعيد، وما ستغرسونه في أبنائكم بعد عمر طويل. انتهت الحكاية.